مع بعض نعمل جبن مطبوخه بكذا طعم. هديكي كذا فكره ازاي تعملي جبنه مطبوخه بكل سهوله في بيتك، وبعد كده تنفذي حسب امكانياتك. اعملها لك على البرد، واعملها لك على السخن، واعملها لك بكذا فكره وسهله جدا تستعمليها مع بعض. طب تعالوا نعرف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمنيو بتاعنا اللي احنا مجهزينه لك في الجبنه المطبوخه. هنعمل جبنه مطبوخه ساده اللي هي القش بالقشطه، وجبنه مطبوخه بالريكفورد، وجبنه مطبوخه بالايه يا عم حسني، بالشيدر وبالشيدر، وبعد كده بالرومي. تعالوا نعرف مع بعض اول حاجه هنعملها الساده ازاي. الساده زي ما انت شايف كده يا حسني، اول حاجه بجيب كوبايه زبادي، كوبايه زبادي، واحط عليها نفس العبوه بتاعت الزبادي، احط عليها عبوه لبن بودره، ومثلث واحد من الجبنه، مثلثات، ومعلقه خل كبيره، واحده واحده كده مع بعض، خطواتك كده زي ما انت شفت. وتقدري في الخلاط او في مضرب يدوي تهرسوا كل الكلام ده كده مع بعض، الزبادي واللبن والبودره ومثلث الجبنه، وبعد كده بتدي لها معلقه خل، مهمه جدا معلقه خل، ونفس العلبه اللي حضرتك، نفس العلبه اللي حضرتك عبيتيها بها الزبادي تعبي بها زيت ذره. خدي بالك اهو، واحده واحده، بدل ما تحطي مارجرين حطي زيت ذره، وعلي ونزلي الزيت خفيف قوي اكنك بتعملي مايونيز. يبقى خطواتك كده سهله جدا عشان تعملي الجبنه الكريمي بتاعتك لاولادك. يبقى كوب من الزبادي بتاعك اللي بتستعمليه، وهتحط قدهم لبن بودره ومثلث جبنه كريمي، وبعد كده معلقه خل، والكوبايه بتاعت الزبادي عايريها زيت. خطواتك كده واحده واحده يا عم حسني. شوفك عندك الجبنه بتقول لك يا تركاتها العبوه اللي عبي فيها يا مارادونا، زي ما انت شايفه كده قدامك، خطواتك كلها بتقول لك يا تركاتك يا حركاتك يا جمالك. واحدة واحدة كده طول بالك عليها. عشان تستمتعي بأحلى جبنة كريمي بطعم القشطة. يبقى زودنا الزبادي باللبن البودرة والمثلث الجبنة ومعلقة الخل عشان تفصل، وبعد كده نزلت عليها بالزيت واحدة واحدة، بقى عندك الخليط أهو. وبتربط معاكي قدامك واحده واحده، تقدري تعمليها في الخلاط، ما عندكيش المضرب اليدوي ده حط كل المكونات دي في الخلاط وانزلي عليها واحده واحده من فوق بالزيت. هعمل لك واحده ثانيه بالخلاط عشان تبقى انت جاهزه برضو بطعم الريكفورد. يبقى خطواتك كده سهله اهو. تمام؟ ادمجهم كلهم مع بعض. لا تخليش حته. جيبي البطرمان جاد الاغلاق، البطرمان بتاعك جاد الاغلاق عشان تعبيهم، وتاكدي ان الخليط بتاعك بقى كريمي كده بالشكل ده. يا تركاتك يا عم حسني. تعال شوف بقى يا حسني الخليط بتاعي، هنلمه بقى كده كويس. تعال شوف كثافته وهو نازل يا حسني، يا جمالك يا عم حسن. تحطيه في التلاجة يقعد عندك 10 أيام صلاحية زي الفل، واعملي شوية بشوية، ما تعمليش كمية، اعملي شوية بشوية يخلصوا، هتدخليه التلاجة يجمد عشان اما تيجي تستعمليه لمدة أسبوع في التلاجة تستعمليه زي الفل سبريد. زي ما حطينا كوباية زبادي ونفس كوباية الزبادي دي قدها لبن بودرة، وحطيت عليها مثلث جبنة، وبعد كده معلقة خل كبيرة، وقد العبوة بتاعت الزبادي وبتاعت اللبن البودرة زيت ذرة، واحدة واحدة ضربتهم كلهم واحدة واحدة، وبعد كده نزلت عليهم بالزيت خفيف جدا جدا لحد ما ربط عندي بالشكل ده. ده الجبنة السادة بطعم القشطة. أول حاجة أهو الجبنة السادة بطعم القشطة عشان تستمتع بيه بنفس الطريقة.